أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم أينما كنتم في منبركم الرأي الحر. الليلة نبدأ كالعادة بالسياسة وسنأتي لساعة الرياضة بعد قليل. الجزائر الليلة تخصيص أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها، هل هناك حاجة برأيكم؟ وما هي المخاطر التي فرضت هذه الزيادة؟ لأن الزيادة المشطة في ميزانية الدفاع بالتأكيد هناك مخاطر تقدرها الدولة الجزائرية بالتأكيد. ميزانية الدفاع للعام 2023 العام المقبل زادت بأكثر من الضعف، تضاعفت الميزانية أو أكثر مقارنة بالطبع بالعام الجاري، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار. هذا بحسب مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس النواب. هذه المخصصات للدفاع أيها السادة في الجارة التونسية من الناحية الغربية الجزائر هي مخصصات تفوق ميزانية تونس بكاملها التي تقدر بنحو 19.8 مليار دولار. إذن ميزانية الدفاع في الجزائر تفوق ميزانية تونس بكاملها. لماذا كل هذه الميزانية للدفاع؟ سؤال يطرح ربما أكان في داخل الجزائر أو في خارج الجزائر. هل الجزائر مقبلة على مرحلة تحتاج فيها لمواجهة العديد من المخاطر؟ أكانت مخاطر تقليدية أو جديدة؟ ما هو مصدرها؟ كيف تكون الزيادة بهذا القدر؟ وهذا سؤال وجيه، والحال أن هناك عجز أصلاً في الميزانية الجزائرية، يعني النفقات تفوق الإيرادات. كل هذا الحديث سيدور في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية كالعادة طبعا نخصصها للرياضة، إذن ساعة رياضة لجمهورنا الكريم، ونستمر خلالها في متابعة أجواء المونديال والحديث أيضا عن كل الأحداث هناك في قطر حتى الغير رياضية أو لها علاقة بالرياضة من بعيد أو قريب. الإعلام الإسرائيلي مثلا يبدو محاصر عربيا هناك في الدوحة، ولعلكم تابعتم العديد من الفيديوهات وبإمكانكم التعليق حولها أو عليها. لا أحد من الجمهور العربي يرغب في الحديث مع هذا الإعلام لكيان مغتصب مجرم، كما أظهرت فيديوهات كثيرة ومتداولة. نستقبل الليلة تعليقاتكم حول خروج قطر البارحة، وهي الحقيقة البارحة واليوم كانت أخبار غير سارة للمنتخبات العربية. البارحة خرج المنتخب القطري رسميا، واليوم تونس والسعودية منيا بهزيمة لكليهما، المباريات انتهت بتعثر الفريقين. بإمكانكم التعليق طبعا حول هذه المباريات أو باقي المباريات. منذ قليل طبعا انتهت مباراة فرنسا والدنمارك بفوز فرنسا بهدفين للا شيء. فرنسا طبعا ضمنت الآن الوصول إلى الدور الثاني. للمشاركة طبعا الأرقام تظهر كالعادة أسفل الشاشة أمامكم خلال كالمعتاد طوال وقت البرنامج، ولمن يرغب المشاركة صورة وصوتا، وأنا أحث طبعا لأنه استعدنا خدمة سكايب، أحث لمن يود أن يشارك صورة وصوت. سكايب سيكون متاح أيضا، بإمكانكم البحث عن opinions at الحوار دوت تي في أو فري مساحة opinions مساحة الحوار، بإمكانك تبحث بالطريقتين للوصول إلينا والمشاركة صورة وصوتا. كل هذا طبعا سيكون في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من الجزائر وتخصيص أكبر ميزانية للدفاع في تاريخ الجزائر. أهلا بكم. زادت الجزائر وهي إحدى القوى العسكرية الرئيسية المهمة في إفريقيا، زادت ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، وهذا بحسب مشروع قانون المالية الذي أقره كما قلنا مجلس النواب. وهذه أكبر موازنة
يحصل عليها الجيش الجزائري منذ استقلال البلاد، وتمثل ما معدله 20% من مجموع الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت 98 مليار دولار، وعدت هي الأخرى أضخم موازنة في تاريخ الدولة. بهذا تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمتها أو قيمة مخصصاتها أكثر من 21 مليار دولار. وبعدما أقره مجلس النواب يتعين على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقعه الرئيس عبد المجيد تبون ويتم نشره في الجريدة الرسمية قانونا نافذا. أصبح تمويل هذه الميزانية ممكنا من الناحية النظرية على الأقل بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في الجزائر. بموجب مشروع القانون فإن القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أن العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار، ما يطرح طبعا تساؤل: إذا كان هناك حالة من العجز الكبير فلماذا إذن الضخامة في ميزانية الدفاع؟ النائب عن حركة مجتمع السلم حمص، الكتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان، يوسف عجيسة، طالب بإخضاع موازنة الجيش للرقابة النيابية وتقديم تفسيرات حول ارتفاعها من 10 مليارات دولار خلال العام الجاري إلى 22 مليار دولار في موازنة العام المقبل. واستغرب النائب عجيسة عدم التطرق للقفزة التي سجلتها موازنة المؤسسة العسكرية بقوله: أتعجب من أن مجمل مداخلات النواب لم تشر إلى القفزة الكبيرة لميزانية وزارة الدفاع. طبعا والكلام للنائب الجزائري. تأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس العام الماضي بسبب الخلافات العميقة بين الجارتين حول إقليم الصحراء والتقارب الأمني بين المملكة وكيان الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا دول أخرى تحد الجزائر، ولا تبدو أن الأوضاع على الحدود آمنة، ربما بما يكفي إعطاء وطمأنة الجزائر، وهذا ربما ما دفع من رفع هذه الميزانية بحسب متابعي. الجزائر إذن تخصيص أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها، ما الحاجة وما هي المخاطر التي فرضت هذه الزيادة؟ لماذا كل هذه الميزانية؟ هل الجزائر مقبلة على مرحلة في برأيكم تحتاج فيها لمواجهة العديد من المخاطر؟ ما هو مصدرها؟ وكيف تكون الزيادة بهذا القدر في ميزانية الدفاع والحال أن هناك عجز كبير في الميزانية أساسا؟ سنعود الجمهور لكل من يود أن يدلي بدلوه. طبعا التعليق متاح للجزائريين قبل غيرهم، ولكن المشاركة مفتوحة للجميع، لأنه يعني ميزانية بهذا القدر تحتاج ربما إلى أن يقول المواطن الجزائري وحتى ربما العربي رأيه فيها. نذكر بأنه الجزائر الحقيقة تنظر إلى عدد من الدول، النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا وتونس، تنظر إلى أنه بعض هذه الحدود مع هذه الدول تعاني ما يشبه الهشاشة، لا يوجد تأمين كافي، وهناك أيضا تنظيمات توصف بأنها تنظيمات إرهابية أكان في شمال النيجر أو شمال مالي. وبالتالي الجزائر تقول بأنها تحتاج ربما إلى تطوير ميزانيتها الدفاعية ومنظوماتها طبعا، ما يؤهلها لتأمين حدودها مع كل هذه الدول، وهذا بنظر متابعين ومحللين يحق للجزائر طبعا أن تستعد، وليس فقط لأنه تقليديا أو بداهة كثيرون مباشرة بمجرد أن تتحرك الجزائر لزيادة ميزانية الدفاع النظر دائما يعود إلى المغرب والتوتر مع المغرب. قد لا يكون الأمر كذلك، هناك دول أخرى كما ذكرنا الحدود معها لا تبدو آمنة بما يكفي ليعطي رسائل طمأنة للجزائر.
بعض الرسائل أمامي على الواتساب بدأت تصلني. الهاشمي من السعودية يقول: يبدو لي أن ميزانية وزارة الدفاع الجزائرية معقولة، حيث أن مساحتها قارة، والمسلم القوي أحب إلى الله من الضعيف، خاصة بعد تنامي الإرهاب على الحدود الجنوبية كما يقول الهاشمي. على كل حال أنا لن أعلق كثيرا على الهاشمي، ولكن الاستشهاد بأنه المسلم القوي أحب إلى الله من المسلم الضعيف، لا أدري إذا كانت تتعلق بالميزانية أم قوة من نوع آخر. على كل حال، مصطفى من هولندا يقول: تنهك الميزانيات العسكرية كل من الجزائر والمغرب، فكل منهما يكدس الأسلحة لمواجهة محتملة لا قدر الله، يقول، مع بعضهما البعض في مخازين الدول المصدرة للسلاح تنتعش، وهذا ما يريده هؤلاء، فمتى نستفيق؟ هكذا يقول. طبعا لأنه مثل هذه الأسلحة، إذا الجزائر كدست أسلحة غدا ستستمعون إلى أن المغرب أيضا بدوره عقد صفقات سلاح جديدة مع هذه الدولة أو تلك. التنافس دائما محموم، والرابح كما يقول مصطفى من هولندا هم بائعو السلاح والشركات ومصانع الأسلحة، أكانت في الشرق أو في الغرب. إدريس من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام، يقول: ينبغي أن تخصص هذه الميزانيات لسد حاجيات الفقراء ومشاريع التنمية الاجتماعية. كلام معقول على كل حال، ولكن لا يعني أن الجزائر الحقيقة لم يولي مثل هذه الشرائح، يعني لم يعطيها حظها، لأنه هناك حديث كبير على أن الجزائر يستثمر حتى في الجنوب الجزائري يعني للمزارعين وللفلاحين، خصوصا مع انتعاش أسعار الغاز والنفط وغيرها. طيب، معنا مشارك يوسف. مساء الخير. مساء الخير أخي صالح، يا هلا بيك. أولا، هذه الأموال التي تنفق الجزائر على الأسلحة لا تنفقها على التنمية في بلادها. فمثلا قطر صرفت 200 مليار دولار ونمت بلادها واحتضنت كأس العالم، وعندها الغاز مثل الجزائر، والجزائر عندها الغاز مثل قطر، ولا تنمية، لا ناطحة سحاب، لا أي شيء. أما خردتها الروسية التي تشتريها للمغرب ضد المغرب، فالمغرب عنده أسلحة جد متطورة وجد فتاكة أمريكية، فنحن نطلب من جلالة الملك أن يعترف بالقبائل ويعمل سفارة القبائل في الرباط وسفارة القبائل في العيون، والنهر الأجمل عندنا في حياتنا نحن 40 مليون مغربي هو الحرب مع الجزائر. هذا هو اليوم العظيم عندنا، الحرب لننهي رأس الحية في هذه بالله 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 عليك يا يوسف، انت الان يعني تعقل ما تقول بالضبط؟ يعني انت اسعد ايام حياتك ان تشتعل الحرب مع الجزائر؟ هذا كلام عاقل؟ والله يا اخي نحن اسعد ايام حياتنا ان تشتعل الحرب مع الجزائر، لانها فتنه في المغرب العربي. يعني واسرائيل ليست فتنه؟ إسرائيل، والله العظيم أنا التقيت برجل أعمال إسرائيلي قال إذا إيران تدخلت في الشؤون المغربية هي والجزائر، والله العظيم سنمحيهم بخمسة دقائق، لن نترك المغرب وحده، سنمحي الجزائر على وجه الأرض وبترولها وغازها وكل شيء فيها هي وإيران وحزب الشيطان في لبنان. شكرا لك على كل حال. يعني لا أدري إذا كانت صحبة موفقة أم لا، ولكن واضح بأنك سعيد أنت بهذا التقارب مع كيان الاحتلال. هناك طبعا من يعبر عن موقفه في هذا المنبر بكل حرية، ولنا الحق في أن نناقشه، لكن القول بأنه أسعد أيام حياتي هو حرب مع الجزائر، أنا أراها الحقيقة لا أريد أن أصفه بأنه مستوى ضحل من التعليق، ولكن لهذا الحد البعض بات يتصور. على كل حال، الجزائر لم تقل، وأنا هنا لا أدافع على الجزائر، أنا أدافع دائما على التقارب الجزائري المغربي، ولكن عندما نتناول هذا الأمر نتناوله للتحليل والبحث وتوعية الجمهور، ولسنا هنا
لنزيد من إشعال الفتنة بين البلدين ليس إلا. والحقيقة الجزائر لا تنظر فقط للمغرب، أنا ذكرت خمس دول الحدود معها الجزائر بالنسبة لها لا تعد آمنة، وهناك منظمة إرهابية بالذات النيجر ومالي. فالجزائر يريد أن يزيد من تقوية منظومته العسكرية التقليدية والحديثة حتى يكون مستعد لتأمين حدوده من كل الأطراف. فاطمة من السويد، السلام عليكم. وعليك السلام. بدي فقط مشاركة كعد برنامج على الجزائر، وأنا جزائرية. هذه الميزانية العسكرية كما ذكرت أن الحدود وخاصة المغرب وخاصة إسرائيل. ثانيا أن يعني تقلت الشعب الجزائري يعني بدل ما يوفرها الجيش يوفرها الشعب. إحنا كالجزائر تعرف الثورة الجزائرية يعني نجوع وبلادنا تبقى واقفة. هذا هو شعار الجزائر. ولكن يعني أنا أستغرب في المغاربة يعني ينسى، أنا مش مثلا بشتم المغرب ولا، ولكن يعني بعض من المغاربة يعني ينسوا بلادهم. والفقر اللي يتكلم فيه العالم كل مليكم عنده ملايير والشعب لقمة مش لقيها ويعلق على الجزائر. إحنا ما عدناش الناس ذات برا. طيب فاطمة على كل حال أنا الجمهور إذا أحدهم يعني خرج عن سياق الحوار أنا أرد عليه، لكن دعيني أستمع إلى موقفك أنت من هذه الميزانية. الميزانية هذا العام يعني هي في حدود 10 مليار، يعني أكثر من الضعف هي ميزانية العام المقبل 2023. كيف تتضاعف الميزانية خلال سنة واحدة وما هو الداعي؟ أعطيني أنت تفسيرك كمواطنة. شوفوا شو أقول لك الأخ صالح، يعني الجيش أدرى، قال كما يقول مثل أهل مكة أدرى بشعابها. لو ما الجيش ما كانش شايف خطورة، تونس فيها خطورة، ليبيا، مالي، نيجر والأخر والمغرب، حدودنا كلها مفتوحة. إحنا لو طلبوا منا أن نبيعوا ما نكسبوا ونعاونوا الجيش، يعني لو ما كانش عندنا ميزانية، لو ما كان عندنا مثلا هذا المداخيل تاع البترول تاع الزراعة، صدقني نبيعوا ما نكسبوا أغلى عندنا وندافع. يا فاطمة الكلام سهل لا مش ولكن سهل. غدا إذا جاء المواطن الجزائري سيتظاهر، يعني هذا كلامك أنت. على كل حال لا تستطيعي، لا سيدتي لا تستطيعي أن تتحدثي باسم 40 مليون جزائري، لا يمكن ذلك حتى منطقيا. اسمح لي صالح، اسمعني الأخ صالح فضل. لأنك ممكن تعرف الشعب الجزائري ما تعرفوش، احنا حكونا جدود حكونا أهالينا بالجبال ميتين بالجوع وبالبناطق وخرجنا فرنسا، ما بالكش حاليا نبيعوا ما نكسبوا. هذا كلام كل عند جزائري، صدقني كلام عند كل جزائري، دافعوا على بلادنا كل ما نكسبوا. طيب فاطمة الميزانية تضاعفت، ميزانية وزارة الدفاع، لكن المثير أن يعني الإيرادات المتوقعة والنفقات المتوقعة هناك عجز بأكثر من 40 مليار. يعني معقولة ضعف وزارة الدفاع ميزانيتها الأهمية، بينما هناك عجز أصلا في الميزانية؟ يعني معقول هذا الكلام؟ ولكن يا الأخ صالح أنت صحفي ومثقف وتعرف، يعني الإنسان يعني يخصص الميزانية الأكثر مثلا هذا ميدان محتاج حاليا الخطر من الحدود، لان الميزانيه لان العمر ولا الجيش يعني اخذ هذه الميزانيه. ولكن الموقف مخاطر وخاصه اسرائيل، ممكن هذه الحدود تكون مفتوحه، ولكن اسرائيل عاد في جنبنا صراحه الوضع خطير. يعني فاطمه بسؤال اخير، انت برايك اسرائيل هذا الكيان المجرم المغتصب المحتل سيسعى لإشعال فتنة بأي طريقة وله من الطرق الخبيثة الكثير، معروف يعني سياساته في منطقة الشرق الأوسط، برأيك إسرائيل ستنجح في النهاية في إشعال حرب بين الجزائر والمغرب؟ لا الجزائري، لا الجزائري ولا عمهم ليكونوا هم السباقين للحرب. لا أقصد إسرائيل، إسرائيل ستنجح بخبثها ربما في إثارة الفتنة حتى إشعال حرب. تحاولوا هذا الضربة الأولى تجي من المغرب ما تجيش من الجزائر. هذا إسرائيل تحاول تخرب على الدول العربية كلها. شوف غير في قطر كيفاش الشعب الحكومات مطبعة، وكتشوف الشعب في كل قطر العربية. شكرا لك على كل حال فاطمة، حتى نبقى في الموضوع. فاطمة من السويد،
هذا ربما يطرح تنبيه على المغرب والجزائر أنهم يتنبهوا، حتى المغرب بغض النظر موضوعنا الليلة ليس التطبيع، ولكن على المغرب أيضا الرسمي والشعبي أن يتنبه لأي دور، هو طبعا أدوار المحتل دائما مشبوهة، ولكن أي مسعى لإشعال فتنة ربما حتى لا قدر الله في المستقبل إحداث تفجيرات مشبوهة، العبث بالأمن هذا البلد أو ذاك لإثارة الفتنة بين البلدين وإشعال حرب، لأن المحتل الإسرائيلي ليس من مصلحته أن تقوى الجزائر أو أن تقوى المغرب. لو كان يريد للدول العربية أن تقوى لكان عمل على تقوية مصر، ولكن مصر ما تزال تمد يدها لهذا وذاك، وبالتالي حتى تعرفوا استراتيجية هذا المحتل المجرم. خديجة من الجزائر، خديجة من الجزائر، طيب ياريت لو خديجة تعود للاتصال لو تمكنت من ذلك. ننتقل لحبيب من تونس. عليكم. وعليك السلام. أهلا وسهلا. والله هي على موضوع الجزائر، أنا كتونسي والله نبهت في الجزائر للتسليح اللي تسلح فيه روحها هذا، تقول بجنب إسرائيل هي، ونعرف برشا الجزائريين مثلا الشعب الجزائري برشا تاعب مسكين، اللي يحرق يجو يحرقوا من تونس يمشيوا لفرنسا، ونعرف برشا جزائريه في فرنسا زاد غاديكا، معناها التسليح برشا، تسليح برشا، ميزانيه كلها ماشيه للتسليح، ميزانيه الدوله، والشعب جيعان والشعب تعب في الجزائر، الشعب تعب برشا، تعب الشعب الجزائري. فهمتني سي صالح؟ نعم فهمتني. انا نعرف برشا جزائريه يجوا يحرقوا من تونس يمشيوا لفرنسا. طيب الاولويه الاولويه لماذا اذا؟ اذا كنت انت كمواطن لا ترى ضروره لمثل هذه الميزانيه الضخمه، ما هي الاولويه اذا؟ الأولوية سي صالح، أنا حسب ما نشوف عندهم جبهة التحرير هذه تقول التجمع الدستوري اللي كان في تونس، هي جبهة التحرير هي اللي مسيطرة على الشعب وعلى الدولة في الجزائر. جبهة التحرير هي اللي المشكلة عندهم في الجزائر تويكا. هي طيب الميزانية لم تجبني، إذا الميزانية أين يجب أن توجه؟ توجه للي تتوجه لمصلحة الشعب، يثقفوا الشعب ويقريوا الشعب، يبنوا مستشفيات، يبنوا معاهد، يبنوا شنو، تسليح الجيش. يا ثم برشا دي جينيرو يعيشوا في فرنسا، يسرقوا في الجزائريين ويهزوا فهم فرنسا، دي جينيرو الجزائريين من الجزائر، شارين دي زوتيل في الجزائر في فرنسا. شكر لك على كل حال حبيب من تونس. فقط بعض المشاركات بعجالة أيضا عن طريق الواتساب. عبد العظيم من الأردن يقول والله الواحد منا محتار، لا يعرف لماذا تنفق الجزائر أو غيرها هذه الأموال الطائلة على شراء أسلحة بأكل يأكلها الصدأ في المخازن، والشعب يأكله الجوع والفقر، والشباب يهاجر ويغرق في البحار. صالح من المغرب يقول تنفق الجزائر مليارات الدولارات للتسلح بداعي محاربة الإرهاب، لكن السبب الحقيقي هو استفادة قادة الجيش من أموال الشعب الجزائري الشقيق. الحاج رضوان من ليبيا يقول الجزائر دولة مستهدفة، ومن حقها أن تؤمن نفسها وتحمي حدودها، والموضوع ليس له علاقة بتوتر العلاقات مع المغرب كما يعتقد البعض. عبد المؤمن يقول اتباع المصر لكنهم أبوا أن يفسدوا، فها هي هيفاء، يعني شو علاقة هيفاء؟ احنا موضوعنا الليلة الجزائر. جميلة من الأردن تقول للأسف معظم الدول العربية تخصص أكبر الميزانيات للتسلح وتنسى التعليم والصحة وغيرها. الحقيقة الصحة في الجزائر، كثير من التقارير ترد باستمرار حول مستوى المستشفيات في الجزائر، وتحتاج إلى التفاتة مهمة، ولعل ميزانية وزارة الصحة يجب أن تعكس ذلك. عصام من الجزائر تفضل. وعليكم ورحمة الله. وعليك السلام. والله أحبك في الله أخي صالح، وبارك الله فيك، وبارك الله في قناة الحوار، وعندي هذه المداخلة إلى السيد اللي كان يتكلم من المغرب الأول. أولا عندما نرى آخر ما طلع علينا النظام، أنا اسمي الكامل عبد الله وعصام من المولدة من الجزائر، آخر ما توصل إليه وصلت إليه الخيانة في النظام المغربي، أنه يشتري طائرات درون من الصهاينة ويعاب علينا أن نضخم فواتير لتسليح الجيش. هذا عيب، عيب أن نمول الجيش، وليس عيب أن يتعاملوا مع الصهاينة لضربنا. نحن مستهدفون، ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا، ونقول للمخزن المغربي قل كما تشاء
وإنما خطوة إلى الداخل الجزائري، سنرد عليك بأضعاف متى ما تنتظر. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام عصام من الجزائر. لكن هذا التسابق بين البلدين على التسلح، طبعا المصلحة بالتأكيد هي شركات بيع السلاح، كانت شركات صهيونية أو روسية أو أمريكية أو غيرها، هذا الرابح الأول. لكن أنا لا أرى الحقيقة، وصوبوني إن أخطأت، لا أرى فائدة آنية لكل من الجزائر والمغرب. نعم كل دولة من حقها أن تؤمن حدودها وأمن بلادها وشعبها، هذا مؤكد. لكن هذا التسابق والسباق المحموم والمستمر لسنوات طويلة على التسلح، ما هي نهايته؟ لا قدر الله، أنا لا أرى له نهاية إلا اشتباك مسلح، وحينها ستكون الكارثة على البلدين. أحمد من السويد. أحمد؟ أهلا. ألو أسلامة. يا أهلا بك. أهلا، لبس؟ الحمد لله، عنا فترة ما شفناك. تفضل عزيزي، الله يبارك فيك. شكرا. بالصح هو مثل ما أنت تقول، هو تأمين الحدود لا يأتي بالتسلح أو بالتسابق على السلاح. والجزائر عندها فعلا مشاكل كبيرة في الجزائر. أنا أعرف مدن في الجزائر الماء عندها 3 ساعات في النهار، مثل مدينة تيارت مثلا. ليش ما يوفروش الفلوس هذه للشعب متاعهم؟ تأمين الحدود يقع بحسن العلاقات مع الجوار. أنا ما أعتقدش أنه المغرب قادر يهدد الجزائر أو ينوي الهجوم على الجزائر مثل البعض يقول. هذا كلام غير صحيح. ولكن أحمد، بيت جارك، تخيل معي، أنا دائما أبسط الأشياء حتى أقربها للجميع، لكل جمهورنا. نعم. بيت جارك قد يكون آمن، يعني حتى لو كان عندك معه خصومة، لكن يعني البيت أنت تعرف الأب وتعرف الزوجة وتعرف الأبناء والأمور آمنة يعني بيناتكم، ما في خصومة. لكن جارك جاب ثعبان وحطه في البيت، أنت يعني خلاص، يعني تصير دائما تتحسب أنه هذا الثعبان لا قدر الله يطل عليك من النافذة أو من أي شق في البيت ولا لا. الآن المغرب جايبة ثعبان وحطاته عندها، اللي هو المحتل الإسرائيلي، هكذا يرى الجزائر. لكن طبعا شوف. لكن شوف، إذا احنا كجيران نتعامل مع بعضنا كجيران، شو جبر المغرب مشان تستنجد بإسرائيل أو بغير إسرائيل أو بالسلاح الأمريكي أو بغيره؟ ليش المغرب تتجه لاتجاه ثاني؟ لو كان في معاملة حسنة ما بين هذم الجيران لكان أفضل. واللي أمن حدود المغرب هو أمن المغرب، هو أمن الجزائر، أمن الجزائر هو أمن تونس. أمن كلام تونس جميل، أمن كلام جميل، هذا الأمن القومي اللي نتحدث عنه. شكرا لك. هذا التسليح يستفيد منه فقط أطراف ثالثة، اللي هي تدفع الدول هذه للتقاتل، وما تحبش أنه الدول هذه تتقارب رغم أنها شعب واحد. شكرا لك أحمد من السويد، أشكرك، نقطة مهمة. خديجة عادت إلينا من الجزائر. ألو، مساء الخير. مساء الخير خديجة. أحمد يقول التأمين الحقيقي للحدود هو بالتقارب مع المغرب والالتفاتة للداخل الجزائري، يعني استثمارات تخص الشعب الجزائري أكثر من تجميع وتكديس الأسلحة. ما رأيك؟ ألو، تفضلي نسمع إليك. ألو، مساء الخير. مساء الورد. أنا رأيي يعني حبيت يعني نجاوب هذاك المغربي اللي يتكلم على الجزائر وقال ماذا بينا. يعني إحنا في الجزائر ما نحتاجوش باش نضعفوا الميزانية باش يعني نردوا على المغرب. يعني إحنا على الحماية المدنية فقط تقدر ترد على المغرب تاع الجزائر، هذه أولا. ألو، نستمع إليك، تفضلي واصلي. وثانيا يعني هنا في الجزائر يعني المختصين يقولوا باللي هذه الميزانيه ليست للتسليح، فهي يعني زياده رواتب للجنود، وال يعني كاين طريقه يعني في الميزانيه هذه السنه مختلفه على السنه الماضيه. يعني المبلغ هذا في السنه الماضيه كان المبلغ فقط يعني التسليح وحده، مبلغ التجهيز والرواتب، وفي هذه السنة يعني عملوا مبلغ التجهيز والرواتب والتسليح مع بعض. فهمتني أخي؟ طيب لماذا كل هذا الاهتمام بالجيش
وميزانية الدفاع الآن هي الأضخم في تاريخ الجزائر وهي رقم واحد في الموازنة. يعني ألا ترين بأنه يحق للمواطن أحياناً أن يتساءل، فقط أكمل كلامي، فقط أكمل كلامي خديجة لو تكرمتي، ألا يحق للمواطن أن يقول والله لماذا الصحة لا تكون رقم واحد، لماذا التعليم لا يكون رقم واحد، لماذا الاستثمارات للقضاء على البطالة لا تكون رقم واحد، لماذا الدفاع رقم واحد؟ لا، لأن الشعب يعني أغلبية الشعب الأغلبية الساحقة متفهمة يعني الوضعية تاع الجزائر اللي رانا فيها، يعني حدودنا يعني مالي، خرجت فرنسا منها، النيجر، يعني دول الساحل، يعني احنا عشنا عشرية من الإرهاب، يعني الشعب متفهم الوضعية والحدود المشتعلة اللي راها فيها الدولة الجزائرية. يعني أنا نظن باللي أعطيني الحدود المشتعلة التي تتحدثين عنها بعجالة، ما هي الحدود؟ أي عن أي حدود تتحدثين؟ يا أخي نيجر، مالي، ليبيا، احنا المغرب لا نتكلم عنها، يعني يعني الاولويه الاولويه بالنسبه برايك لوزاره الدفاع وهذا التضخيم في 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 الميزانيه هو ليس بسبب المغرب لكن بسبب النيجر ومالي وربما وليبيا وحتى تونس. نعم، كما يقول البعض. نعم نعم، لان هذه السنه يعني في هذه السنه يعني فرنسا انسحبت جنودها قواتها من مالي ومن النيجر، ومام بوركينا فاسو كاين يعني رامين ساحة. واضح، شكرا لك، أشكرك خديجة من الجزائر، وصلت الفكرة. عبد الله ينتظر من فرنسا، مساء الخير. وعليكم الدكتور ورحمة الله وبركاته. يا هلا بك. أولا دعني أقول يا من تروج للتطبيع وتسوق له وتحاول أن يكون التطبيع شيء طبيعي، يا أخي انتبهوا، فقد صرتم من علامات الكبرى لقيامة الساعة، أنت وأخوانك هؤلاء الأنذال الذين يروجون للتطبيع. شوف، من نكد الدهر أن تناقش أمور الدول لأخ صالح يعني هكذا على الملأ، ويحاول فرنسا هذه الذين تعبدونها من دين الله وأمريكا ميزانية الدفاع عندها مقدسة ولا ترجع بالنقاش إلى مجلس النواب ولا إلى مجلس الشيوخ، وعندهم صندوق أسود احتياطي للدفاع وللسلاح وللتسلح، ويقومون باغتيالات سياسية. فرانسوا أولوند وهو سكران بعظمة لسانه قال قمت الآن بثلاث اغتيالات سياسية. دعنا نعود إلى الموضوع. لن تقوم إسرائيل الكبرى إلا لقدر الله على دمار الجزائر العظيمة، جزائر الشهداء، جزائر الأبية، الجزائر الممانعة. يا أخ صالح، طيب لكن عبد الله كلامك جميل، عبد الله كلامك جميل، لكن أنت تقارن بين الجزائر وأمريكا وفرنسا يا رجل. أمريكا نعم، أمريكا عندها قوات في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان، وتناطح في الصين وتناطح في روسيا وتناطح، من حقها أن تفعل ذلك. الجزائر لماذا كل هذا السلاح يعني؟ لماذا كل هذا؟ سؤال محوري والرئيسي ويجب الإجابة عليه. فضل. ويجب التفنيد. يعني يا أخ صالح، أنا وعائلتي مهدد في كينوني وفي وجودي، وأنت تطالبني بأن أستثمر في التعليم لأبنائي ومش عارف إيش، إن كنت أنا أصلا جملة وتفصيلا مهدد فأسخر كل ما أملكه لحماية. من يهددك كدولة الجزائر؟ عندما تأتيني أنت بالمصاد في جنبي وتأتيني بخلايا الجوسسة وتفضحهم في مالي، وكل شياطين الإنس والجن من المخابرات في مالي وعلى ليبيا، وعلى كل بغاية ضربي من الداخل وبغاية إحراقي من الداخل، فمن حق الجيش الجزائري الأبي أن يفعل كل ما في وسعه لتحسين الجزائر لتحسين جزائر الشهداء. دعني في الختام وجه الشعب إلى الشعب الجزائري، إياكم وإياكم من ترهات الديمقراطية، لن يسمح لكم بالديمقراطية ولا بالتقدم. الجزائر مستهدفة، الجزائر العظيمة مستهدفة من كل حدب وصوب. وأخيرا، نعم، دمروا العراق، دمروا سوريا، دمروا، لم يبقى لهم إلا الجزائر. أيها ولكن أنت تناقض نفسك عبد الله، اعذرني وبعجالة، لماذا ترى الديمقراطية وكأنها نقيض لتقوية عوامل القوة، يعني أكانت وزارة الدفاع أو الشعب أو التعليم أو الصحة أو غيرها، لماذا لا يتكاملان؟ يعني أنت داعم للديمقراطية في بلدك تونس ولكنك تناقضها في الجزائر، تناقض نفسك بعجالة لو تكرمت. المرحلة الآن لن نستجير بالرمضاء بالنار، المرحلة الآن أنا مهدد في وجودي. أي أخيرا حتى أختم يا أخ صالح، أيها الشعب الجزائري العظيم، إياكم وإياكم خيانة الله والوطن، أنتم مستهدفون ونعي جيدا ما نقول. وأيها الجيش الجزائري الكبير،
العقيد يا جيش هذه الأمة، ما بقى في هذه الأمة، اضرب بيد من حاليد على كل مارق وعلى كل من يحاول تخريب الجزائر وعلى كل من يحاول النيل من جزائرنا العظيمة ومن جيشها ومن شعبها. التفوا حول جيشكم واللعنة للخوناء والعملاء. شكر لك عبد الله، شكر لك عبد الله من فرنسا، أشكرك. عبد الكريم من الجزائر. أحيي الأخ التونسي اللي كان يتكلم وأنحني له تقديرا. أستاذ صالح، يعني مواضيع بهذا الشكل اللي هي تقنية أكثر ما هي يعني هكذا، يعني أنا لا أتكلم عن، لا يمثل المعتوه الذي تكلم من المغرب كل المغاربة. لا لا، دون الإساءة من حق المشارك أن الإساءة أنت تفتح يعني المختصين، لماذا لا تأتي بناس مختصين واسأل؟ لا 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 طبعا، كان يفترض أن يكون معنا السيد بالقاسم مالك عضو في الجبهة التحرير الوطني من الجزائر. لما تفتح للأميين وتفتح لا لا لا، لو تكرمت يا أخي اختصاص، أنت قلت عاجز في الميزانية. سيد عبد الكريم لو تكرمت، نقدر الحساسية بين الجزائر والمغرب، ونعرف أنه لسنا سذج في هذا البرنامج ولسنا يعني غير مدركين، ندرك بأننا كلما تناولنا موضوع في الجزائر إلا وكان للمغاربة نصيب في الحديث حوله، والعكس صحيح أيضا، وندرك العلاقة المتوترة بين البلدين، ولكننا نتناول الموضوع المواضيع بجرأة ونحاول أن نضبط الحوار. تفضل على كل حال. رجاء أن أتركني أتكلم. تفضل. رجاء. أولا الآن منذ سنوات، من قال لك كيف، من أين أتيت بأن هناك عجز في الميزانية؟ لا، بإمكانك أن تعود أنت لتحليل الميزانية وفق هذا المشروع الجديد. لا لا، وستجد ذلك. المداخل عندنا 59 مليار احتياط. السنة الماضية 22 كانت الميزانية موضع على 40 دولار، يعني البترول كان مقدرين 60 دولار. اليوم البترول قدرت الميزانية 2023 على 60%. إذن عندنا احتياط، ثم لماذا لا نقوم ونحن كذلك؟ طيب سيدي، يعني بموجب مشروع القانون، بموجب مشروع القانون الجديد. اسمح لي. لا لا لا، مدام سألت أرد عليك. القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة، لأن المشاريع دائما تتحدث عن المستقبل، لأنه ممكن سعر الغاز والنفط يتغير، المتوقعة طبعاً تبلغ أكثر من 99 مليار، في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار، أي أن العجز في الميزانية المقبلة يزيد عن 42 مليار دولار عدا ونقدا. وبإمكانك تعود للأرقام عزيزي، تفضل. المرجع هذا، على كل حال احنا لا نوصل للعجز الذي نلجأ به الى 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 الى, إلى طلب لا افهمي. لكن احنا الان الاسلحه التقليديه هذه انتهت، احنا لا المغرب ولا غيره، العالم كله. انت كثيرا ما رددت ولمت دول الخليج لماذا عندكم الدراهم وتشلوا السلاح. كل اذلالنا في العالم العربي هو عدم السلاح المقابل لما في الدول. شوف كوريا مثلا، يعني لماذا لا يتعدى على لا الأمريكان ولا غيره؟ إذن نحن الآن في فترة تسليح العالم العربي. لا يمكنك أن تقارن بين الجزائر وكوريا الشمالية، لأن كوريا دولة قمة في الدكتاتورية ومنغلقة، وشعبها يعيش في ما يشبه السجن. يعني أرجو أن لا تقارن بين الجزائر وكوريا الشمالية. كلهم يهتم بالجيش، الجيش هو في الدرجة الأولى في كل دول العالم. فلماذا أنت تريد أن الجزائر ما يكون لها جيش قوي؟ لا 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 لا، من قال ذلك؟ لا لا لا، مع تقوية الجيش الجزائري والجيوش العربية كافة، ولكن أيضا تقوية المواطن، لأن المواطن هو الرصيد الأساسي يا عزيزي. من قال لك المواطن قبل الجيوش؟ المواطن قبل الأنظمة. من قال لك ذلك؟ هذا هو المبدأ، مبدأ الديمقراطية. الديمقراطية التي تراها أنت هي ديمقراطية الولاءات وليس ديمقراطية الشعب. أتركوا للشعب الاختيار تاعه. لا، هذه اللي تتحدث عنها أنت ديمقراطية الجيوش، الجيوش أولاً وأخيراً. لا، ليست ديمقراطية الجيوش. طيب، شكرا لك على كل حال. ديمقراطية الفوضى. شكرا لك سيد عبد الكريم من الجزائر. معنا الساسي من الجزائر، إذا كان وصلني الاسم بشكل صحيح، بل إلياس، عفوا إلياس. نعم، مساء الخير يا إلياس. حياك الله يا سي صالح. أيوة، حياك الله يا سي صالح. مساء الخير يا عزيزي. مساء الخير.
والله أنا رأيي والله أعلم لو أن الميزانية هذه، تسمعوني يا أستاذ صالح؟ لا سامعك بشكل جيد، تفضل. جميل، إذا لو الميزانية تكون يعني توجه للتعليم العالي ويعني النهوض به وجعل أهل العلم من أساتذة هم يعني تكون ميزانيتهم يعني هي بدرجة أولى، ومن ثم صدقني حتى الجيل سيستفيد يا سيدي الفاضل. كيف ذلك؟ لأن نحن دولة لا نصنع سلاحنا وصواريخنا وطائراتنا، أما إذا أنت رفعت يعني فوق رأسك أهل العلم والجامعات وقمت يعني بدعمها بميزانية عالية، سيكون تكون نهضة بإذن الله، وهذا قوة للجيش الجزائري يا حبيبي. صدقني بالعلم تنهض الأمم. لا كلامك يخص الياس، كلامك منطقي وصحيح وصواب، يعني ربما لا يختلف معك كثيرون، ولكن عندما يكون الخطر محدق، ربما الجزائر الرسمية ترى أن البلد مهددة فعلا، وبالتالي لابد من التسليح بسرعة. يا حبيبي صالح هذه الأسطوانة المسروقة نسمعها منذ 70 سنة قبل قدوم المجرم الإسرائيلي على حدودنا. إذن ما هو المسوغ برأيك؟ لماذا الجزائر تزيد من ميزانية دفاعها؟ ما هو السبب؟ ما هو الدافع الرئيسي؟ حقيقة الأمر هذا أمر مطرد في الدولة الجزائرية منذ سنين يا سيدي الفاضل. يا حبيبي أنا ليس لي تغطية صحية، وأنا اليوم الناس في عمري 54 سنة وليس لدينا حق لا في البطالة ولا هم يحزنون. أما فيما يخص أحب المغاربة، ليس الشعبين ليس بينهما أصلا أي مشكلة، المشكلة افهموها يا ناس بين نظام ملكي ونظام عسكري في الجزائر. شكرا لك الياس، شكرا لك الياس من الجزائر، أشكرك. أعود مرة أخرى للواتساب حتى لا نظلم أحد. إسماعيل من الجزائر يقول الجزائر لها الحق أن تتسلح لأن الخطر ليس من الجيران ولكن من إسرائيل، هكذا يقول. نشيد لكن الاسم أكاد لا أجد اسم صاحب الرسالة، يريد طبعا من يراسلنا 0096 تكتب اسمك لأنه لا يوجد اسم، وبالتالي لا نستطيع عرض الرسالة. على كل حال هو يشيد بميزانية الجزائر. أبو جاسر من مصر يقول ما تفعله الجزائر سيدفع المغرب أيضا إلى عقد ميزانية كبرى للدفاع مما يمثل خطرا حقيقيا. فاطمة من الجزائر تقول ميزانية الدفاع لهذه السنة من الممكن أن تكون من أجل تحرير فلسطين، لا أدري تقول هذا جادة أم هازلة، لا أدري، والله إنها كارثة بجميع المعايير. طبعا واضح من الجملة التالية بأنها كانت تمزح، تقول والشعب يتخبط في مشاكل البطالة والمخدرات والهجرة السرية وغيرها. زينب من المغرب تقول إخوتنا وأبناء عمومتنا لا إلى الحرب أو سيلان الدماء، وتاني حاجة لو ما جاءوا العرب إلى المغرب الإسلامي ما كانت هذه المشاكل. يعني ياريت لو تراجعي فقط ما تكتبين، ولا أدري ماذا تقصد بلو ما جاء العرب إلى المغرب الإسلامي ما كانت هذه المشاكل. يعني عزيزتي شو يعني من يقيم في هذه البلاد؟ طبعا لا فرق بين الأمازيغي والعربي، إذا كنت عندك مشكلة لهذا المكون هذا كأمر آخر، يعني هذا ما أستشفه من مراسلتك. الصافية من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، تقول أرى أن هذه الميزانيات تخصص فقط لقمع الشعوب. أعود للاتصالات. يعقوب من الجزائر، ألو، السلام عليكم. وعليك السلام. أستاذك سي صالح، تفضل، الله يبارك فيك. شوف ما فيهاش إساءة، أنا نوضح أمور برك. تفضل. شوف والله يا سي صالح، هذا يهضر يقولوا شاتين لقمة وشاتين الماء وشاتين كذا وشاتين كذا، والله غيرنا في رحمة نعمة النعيم. شوف يا سي صالح، البلاد اللي تدير 5000 كيلومتر طريق سيار حتى للنيجيريا، وتدير السكة الحديدية حتى لتمرس 3000 كيلومتر، وتفرق في السكن كل يوم يمدوا مئات الآلاف سكنات، ولا بس علينا، وقد يزيدوا في الجور، وقد يزيدوا المتقاعدين،
ولبس علينا عبد الطرق تاعنا راه يزاير في الزملان 400,000 كيلومتر. راه الطرق اللي عندها راه قد بعض الدول هذا من جيراننا اكل. وزيد حاجه اخرى والله ما حلفت بها، احنا الاولين في المعيشه وفي الخيرات من بعد الخليج. جميل جدا، شكرا لك، اشكرك سيدي يعقوب. طبعا يحق لي الجمهور ان يرد عليك اذا شاء. طبعا مقدم من الجزائر، مساء الخير مقدم، غادرنا مقدم فيما يبدو. طيب عبد العزيز من مصر، السلام عليكم دكتور صالح. وعليك السلام ورحمة الله. بالنسبة لمضاعفة الميزانية العسكرية في الجزائر فذلك ما يصالح الشعب الجزائري لا يصب في موضوع العمولة. بالنسبة لرئيس الدولة بياخد 10% من 5-10% من صفقة السلاح، ووزير الدفاع بياخد 5%. يا راجل رئيس الأركان يعني 3. يعني أنت متأكد يعني اطلعت على التفاصيل الصفقات هذه أم ماذا بالضبط؟ أيوة أيوة الكلام ده حاصل في مصر، وحال مصر مثل حال الجزائر، هو واحد، عسكريين بيحكموا هنا في مصر وعسكريين بيحكموا في الجزائر، يعني كله بياخذ عموله من هذه الصفقات. طبعا ليه؟ ايوه طبعا. لكن معقول مسؤول طبعاً كبير معروف. مسؤول كبير ياخذ عموله على حساب بلده؟ يعني وين الفساد؟ أيوة ضرب في, في 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 قلب قلب الدوله. ايوه 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 ايوه. في قضية في مصر حصلت في نهاية الثمانينات، كانت موضوع صفقة السلاح بتاعت حسني مبارك اللي قتل فيها لو تفتكر رئيس مجلس الشعب الدكتور رفعت المحجوب. دي بسبب اطلاعه على وثائق مهمة، كان بسبب الموضوع ده. أما بالنسبة لموضوع الجيش الجزائري فهو عنده منظومة اس 400 الروسية. نعم. وده يمتلك ده الجيش الجزائري الجيش الوحيد العربي اللي يمتلك منظومة السلاح. وترى أنها وترى أن هذه المنظومة تكفيه؟ يعني لماذا تكديس الأسلحة؟ هذا ما تود قوله. ده بالنسبة لمنظومة الدفاع، أما بالنسبة لمنظومة الجيش الجزائري فيعتبر من الجيوش القوية في إفريقيا. صحيح. هو قادر على صد أي هجمات في النيجر أو في مالي أو من تشاد، لا داعي. أما بالنسبة للحرب من المغرب فلن تقع حرب بينه وبين المغرب لحماية الكيان الصهيوني ودول أوروبا إلى المغرب. شكرا لك عبد العزيز من مصر، أشكرك. شكرا لك فوزي من الجزائر، مساء الخير. مساء الخير. ألو فوزي من الجزائر، تفضل. ألو السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخي والله موضوع هذا جيد، ولكن أحب أقول لك أنا أشوف الميزانية هذه تاع الجيش ميزانية يعني معقولة، شيء عادي. شيء عادي أنها تتضاعف عادي. يعني قياسا بهذا العام تضاعفت. شوف يا أخ صالح أنا أقول لك شيء. لو لم يكن الجيش دائما، ميزانية الجيش دائما مرتفعة لأنه كانت هناك تحديات كبيرة. يعني مثلا في التسعينات لو لم يكن الجيش مسلح جيدا هل كنا نقضي على الإرهاب؟ كان كيان الدولة كله مهدد. لو لم يكن الجيش مسلح لما استطعنا أن نقضي على الإرهاب. ويعني أنت في رأيك، يعني في رأيك حدودنا احنا الجنوبية أو الشرقية أو الغربية هل هي يعني بهذاك البرود وهذاك الاستقرار حتى لا ننزعج؟ ما هو يا فوزي، يا فوزي على فكرة رو هناك دول غربية وشرقية تدفعنا دائما. أنا لا أسمع فيك جيدا، أنا لا أستمع جيدا. أنا أقول لك أن هناك دول شرقية وغربية تريدنا أن لا نلتفت إلى الصحة ولا نلتفت إلى التعليم ولا نلتفت إلى التربية وغيرها حتى نبقى دائما تبع. صح صح صح. وتدفعنا دائما للمشاحنات فيما بيننا. أنا معك فيها، ولكن هذه مسيادة، يعني هذه ثاني فيها شق مصيادة. ما تسلح جيشك يدخلك من الجانب الأمني وتكون وجود الدولة كلها مهدد كما هددنا في التسعينات. صحيح. مع الإرهاب، يعني أنت بالنارين
تخلي الجيش في على حيده وتعطي له ميزانيه يعني معقوله وتلها بالصحه وبالتعليم وكذا، وانا ما اكفي هذه، ولكن تكون هناك ثغرات امنيه يعني تكون جهازك امني هش. انت يعني في رايك اخ صالح حدودنا راهي مستقره يعني بشكل يجعلنا لا نقلق؟ هذا صحيح، كلامك صحيح، شكرا لك فوزي. مستحيل. شكرا لك فوزي من الجزائر. نعم، هي بالفعل الدول المحيطة بالجزائر ربما هذا من 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 إكراهات الجغرافيا ومن مشاكل هذا الزمن، أنه تقريبا كل الحدود غير آمنة بشكل المطلوب ربما من قبل الجزائر. بشير من الجزائر. بشير. نعم خويا، السلام عليكم. وعليك السلام. لو تكرمت في نصف دقيقة، أريد أن أعطي أيضا نصف دقيقة لإسماعيل، تفضل. شكرا. تفضل، أهلا وسهلا بك، أنت على الهواء. نعم تفضل، تكلم، ماذا لديك؟ أنا لما تطرقت أنت الموضوع تاع التسليح والميزانية الخاصة للدفاع عن البلد، هذا الأمر، هذا أنا في رأيي أن الجزائر من حقها أن تتسلح وأن تحمي نفسها من هذا من الجرثومة التي أحاطت بنا من كل جوانب، وخاصة إسرائيل، وخاصة إسرائيل التي تمركزت في المغرب. وهذه الميزانية التي خصصتها الجزائر، أنا من حقي أن أساند هذا الرأي التي كما نقول دارت الحكومة تاعنا. فمن منذ الحرب الأوكرانية فالعالم قد يتغير وقد يكون أخطر على كل الشعوب. جميل، شكرا لك بشير. نختم بإسماعيل من الجزائر. هلو، مساء الخير يا إسماعيل. مساء النور أخي الكريم. يا هلا بيك. حول الميزانية للجيش الجزائري، علاه ننظروا على أساس أننا المغرب وتونس وتشاد ومالي والنيجر، علاه ما ننظروش على حول التنمية أو نظر القادة الجزائريين حول منظور هذه الميزانية من جهة تجديد الهياكل القديمة، هذيك تتنحت هياكل جديدة، التنمية في الوطن، بناء مشاريع مصانع، لأن بناء مصانع جديدة في الجزائر مختصة في الأسلحة تطلب هذه الميزانية. ما هو منظر للمغرب على أساس أنه عدو ولا تونس ولا هذه. نعم، هذه من قديم احنا ننظر، لنا منظومات ولنا رادارات وكل ناحية، لنا أقمار صناعية نشوفوا واش راه يصير في بلادنا. طيب إسماعيل، ملاحظة سريعة ويا ريت تعلق لي عليها. هناك من يقترح لو بقيت ميزانية الدفاع في الجزائر، لو بقيت مثل ما هي الآن 10 مليار، والاثني عشر مليار التي أضيفت الاثني عشر مليار هذه يبنى بها مصانع ومنشآت مشتركة على حدود تونس والجزائر وربما حتى على حدود ليبيا لتنمية العلاقة بين هذه الدول الثلاث، كان سيكون أفضل بكثير للجميع. هل ترى هذا ممكن في ظل الوضع الحالي؟ بعجالة لو تكرمت. هل تعلم أن منظور القادة، قادة الجيش، نعم، لم أسمع جيدا سؤالك، لكن تفضل استمع عليك، تفضل واصل، تفضل. نظرا تاع الجيش الجزائري في المستقبل ومن سنة 23 لها نظرة واحدة أخرى، أولا اقتصادية، اجتماعية، منظور آخر للتسليح، تسليح جديد، لأن تطوير الجيش، بناء القواعد التحتية للجيش، البنية التحتية، مصانع الجيش سوف تحدث في المستقبل إن شاء الله مختصة في الجيش تطلب هذه الميزانية. شكرا لك، أشكرك إسماعيل، نكتفي بهذا القدر. أشكرك، أشكر عبد المجيد من المغرب، مصطفى من هولندا، الحسين من المغرب، أصيل من الجزائر، بالطيب من المغرب، أبو بدر من المغرب،
أحمد من سوريا، الهاشم من السعودية، عبد اللطيف من أمستردام، أبو معاذ من المغرب، زهير من الجزائر، عبد العالي من المغرب، أبو بكر من المغرب أيضا، ورشدي من المغرب، وعزيز، وأسماء عديدة أخرى. الحقيقة رسائل يعني لا يتسع الوقت. محمد من إيطاليا وآخرين، أشكركم جميعا ولكن اعذروني أدركنا الوقت. توقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة. هذا الموجز من تونس وسأحاول الاختصار لأن الوقت ضيق للغاية. تونس النيابة تبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية. ما هي التهمة؟ قال لك التآمر والتخابر. مرحبا بهذه التهم الآن في تونس. قالت مصادر قضائية وحقوقية إن النيابة العامة التونسية أذنت بفتح تحقيق قضائي مع 25 شخصا من بينهم شخصيات إعلامية وسياسية ومسؤولين سابقين بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية. إلى الخبر التالي، وزيرة الخارجية الليبية المنقوش تقول نرفض أي استفزاز لتقويض علاقات ليبيا بجيرانها في المتوسط، والإشارة كما تبدو لليونان وربما حتى مصر. رفضت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أي استفزازات تستهدف سيادة الدولة أو تحاول تقويض العلاقات الثنائية مع جيرانها في المتوسط. إلى العراق، السيول تجبر إقليم كردستان على تعطيل الدراسة. أعلن محافظ أربيل شمال العراق أوميد خوشناو تعطيل الدوام في المدارس اليوم بسبب الفيضانات، ونوه إلى ذلك يأتي كما قال بهدف حماية أرواح الطلبة والكوادر التدريسية والتقليل من الازدحام المروري. إلى لبنان، 6 نساء من كل 10 يتعرضن لاعتداءات جنسية ولا يبلغن عنها. إحصائية الحقيقة مقلقة. تمتنع 6 نساء من أصل 10 يتعرضن لاعتداءات جنسية في لبنان عن التبليغ عنها لأسباب متعلقة بصون الشرف. جاء ذلك بحسب ما أفادت منظمة أبعاد التي نظمت مظاهرة أمام مجلس النواب طالبت بتشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي. أختم بالجزائر، لأول مرة سجين يحصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع. نجح سجين في الجزائر في الحصول على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من داخل السجن، حيث يقضي فترة عقوبته بعدما أذن له بمناقشة أطروحة حصل بموجبها على درجة مشرف جدا. رسالة الدكتوراه التي ناقشها ربيع جاءت تحت عنوان تمثلات التكنوقراطية في المتصل السوسيو اقتصادي، واستغرقت مناقشة رسالة الدكتوراه 4 ساعات كاملة. مبروك إذن لهذا السجين. وبهذا نختم هذا الموجز. بعد الفاصل نتحول إلى الرياضة، ساعة رياضة كالمعتاد. نتحدث الليلة عن تعثر تونس والسعودية في المونديال والمغادرة المبكرة للمنتخب القطري. نعود بعد الفاصل.